جايبين معنا قلاصين بس عشان ننقل لكم بكل واقعية شنو الفرق بين الماء اللي هم يشربونه والماء اللي انت تشربونه، الماء اللي موجودة في الآبار مالتهم القديمة. هذا الماء مباشرة من البير اللي اصلا هم متعنين له مدة طويلة بس عشان يشربونه. عبد الله صب لنا ماي، هذا الماء جايبينه ويانا. شوف الفرق بين الماء اللي انتم تشربونه والماء اللي هم اصلا يتعنون له مسافة بعيدة عشان يشربونه. ما اتوقع واحد فيكم، ما اقول يشرب الماء هذا، ما اتوقع واحد حتى يغسل فيه. هدفنا باذن الله بحملة يوم الجمعة ننقلهم من شرب هذا الماء الى شرب هذا الماء. اكثر من مليون انسان ودنا نغنيه عن شرب هذا الماء ونقدم له ماء حال اي انسان نعرفه. احنا من انولدنا ومن تربينا نشرب ماء هذا وما ندري ان في ناس يشربون بشكل يومي مثل هالماء.